بالنسبه للمعلومات الاستخباريه الخاصه التي لدينا بشان تلك الاسلحه الكيماويه فلا شك باننا نشعر بقلق بالغ من ان يدفع تقدم المعارضه وخاصه في دمشق النظام الى استخدام الاسلحه الكيماويه العالم كله يراقب عن كثب وقد اوضح رئيس الولايات المتحده بانه ستكون هناك عواقب ستكون هناك عواقب اذا ما ارتكب نظام الاسد خطا فادحا باستخدام هذه الاسلحه الكيماويه ضد ابناء شعبه لا اريد ان اتكهن او اعلق على ما يمكن ان تكون عليه هذه العواقب المحتمله لكننا نقول ان استخدام هذه الاسلحه سيعد تجاوزا لخط احمر بالنسبه الينا